يقول: أنا وصي على قصار وقد أصبح الكبير منهم قد بلغ الرشد، هل يجوز أن أسلمه شؤون إخوانه؟ وما هي الطريقة المثلى حتى تبرأ ذمتي؟ وهل يكون ذلك عن طريق المحكمة أو أكتفي بشاهدين على ذلك؟ الطريقة التي لابد منها في ذلك أنك ترجع للمحكمة، ترجع للمحكمة، فإذا رأيت هذا الكبير من أولاد الميت فيه الكفاءة وفيه الصلاحية فإنك تذهب إلى القاضي وتفسخ الولاية التي أعطاك إياها ويجعلها لهذا الابن الكبير عند القاضي. أما أنك تعمل هذا أنت وتشاهد شاهدين، هذا لا يصلح. نعم.